رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا بس والعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين بس مو تلوين العب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب يا سلام مساء الخير ويا مرحبا فيكم مساء الويكند مساء بداية العطلة مساء الوناسة والفرفشة لما نسمع يوم الخميس في حلقة جديدة من خلال برنامج استديو الأبطال أمسي على الكل إذا قاعد تتابعون إذا أنت بروحك أنت بروحك مساء الخير سينجل إنزين والباقي كلهم تكون فاميلي بين الأصدقاء والحلوين اللي قاعدين يتابعون برنامج استديو الأبطال اليوم يوم الخميس طبعا أول معلومة أقول لكم يا رحل المعلومة الثانية إن عندنا صديق عزيز علينا في البرنامج ورتبة بالسجل الأبطال رتبة يعني شنو يعني صار له فترة يسجل الأبطال من يوم عمره 6 سنين أنتوا عاد حسبوا من كان عمره 6 سنين والحين بدش 11 بدش 11 سنة من متى كان العبد موجود بالسجل الأبطال من 4 سنين ونص من ايام الست كاميرات اللي كان السيدي فيها الحين ما شاء الله 3 يغلون يلا بعدين راح تصير بس نشره شيء سيدي الابطال كاميرا واحده زين نذكر على سريع بطرق التواصل والمشاركه سين بالعربي اس باللغه الانجليزيه هذه للاتصالات اما لتويتر البرنامج @abtal_alray عندنا تويتر ينزل اسفل الشاشه هذا الحساب الرسمي والخاص في برنامج استديو الابطال اما الانستغرام نفس الشيء @abtal_alray يعني الحسابات واحدة وتختلف بس من الكومنت في برنامج استديو الأبطال اليوم راح نقرأ تعليقات الخميس والسبت معروفين مشاركات أكثر من المعلومات فاليوم عندنا مشاركات بالإضافة إلى فيديو كليب واحد أو اثنين نعرضهم خلال هذه الساعة والاتصالات تكون يعني مجزأة على ألعاب والألعاب نذكر فيها بما نحن حلقة الويكند باشر ما في حلقة نذكر فيها الألعاب اللي عندنا في البرنامج عندنا لعبة البازل اللي هي صورة نركز عليها ونقطعها وتركبون لياها هذه واحدة اللعبة الثانية يصير تحدي بين اثنين واللي هي لعبة سمارت عن طريق اللاين هذه لعبة معروفة نلعبها قبل بالبيت الحين احنا ترجمناها في استديو الأبطال إلى لعبة جرافيكس تكون بالسوفتوير إلكترونية نلعبها بين اتصالين نتحدى بعض فيها عن طريق التركيز عندنا لعبة ثالثة واللي هي لعبة السيارات من يوصل أسرع مو بالبنزين مو بالدوسة بالمعلومات اللي عندنا والمعلومات العامة والشطارة اللي عندنا نقدر نوصل إلى هدفنا اللي احنا نبيه عن طريق لعبة السيارات بثلاث أسئلة إجابتها يا تكون هالمعلومة صحيحة أو هالمعلومة خاطئة بعد عندنا شنو؟ عندنا فيديو هو تقريبا نقدر نقول هي ميموري الفيديو هذا نركز فيه ونسأل فيه سؤال وعندنا أيضا إضافة إلى ألعاب كثيرة نلعبها في البرنامج استوديو الأبطال أنا يعني مو جاية في بالي ولكن هذه بعض الألعاب اللي نلعبها عندنا لعبة الصورة المخفية هذه معتادين عليها أن نلعبها في صورة مخفية وفي أرقام وراء الأرقام هذه شيء لازم نسويه سواء نجاوب على سؤال أو على لغز أو فيها تلميحة إنزين أنا ما أدري ليش لما أوصل حق التلميحة شوي أقولها بقلبي بالأول ومخي بعدين أقولها لأن مرة قطيت بدلية فيها وأيضا عندنا الفقرة الثالثة تكون فيها فقرات عديدة الفقرة الثالثة تكون فيها أجزاء من الألعاب عديدة عفوا تكون من يوم الأحد لغاية يوم الأربعاء اللي أمس لعبنا لعبة الصندوق رح ناخذ الاتصالات والمشاركات مع كل الأصدقاء قبل كل شيء أقرأ أول تويتات بسيطة تكون عشان أجزأ 4 فقرات على التويت وتويتر البرنامج أول تويت هنا يشتكي يقول ودي أشارك ولكن ما عندي رصيد والله احنا حاضرين إذا تبون تشاركون ما عندنا أي مانع بس طرشونا رقم التليفون عشان نقدر ندق عليكم لأن بتويتر أكاونت مو رقم فإحنا نتصل عليكم حاضرين إذا تبون تشاركون ما عندنا أي مانع بعد عندنا مرحبا يا ريت تعرضون أغنية وطني حبيبي من فراشة السلطنة مرات نعرضها إحنا نجزأ حلقاتنا على حسب الكليبات اللي موجودة عندنا تتكرر ولكن في يوم وترك أو يومين وترك بعد السلام عليكم تحياتي متى تردون عرض الصور إن شاء الله راح نخلي فقرة بالبارت الجديد أو يعني من بعد إن شاء الله العيد أو في العيد في استوديو الأبطال بعد ما نوقف في شهر رمضان الفضيل راح نخلي عرض الصور بطريقة معينة أنتوا تستانسون فيها وتكون واضحة أكثر من الآيباد إحنا ليش وقفنا الآيباد
لأن حسينا أنها ما تكون الصورة واضحة ونهضم حقها من ناحية التصميم. فعشان كذي راح نسوي شغلة تساعدنا وتساعدكم فيها. بعد عندي تعليقات وايد. نوف الحارثي تقول مساء الخير يا عبد الله، مساء النور، شكرا جزيلا يا نوف، وانتي تمسين علينا دائما. وناسة وناسة خلصنا الدراسة. يا سلام، منو اللي خلص الدراسة هذا؟ نوفاني من قطر، نوفاني من قطر، شكرا يا نوفاني. السلام عليكم، أتمنى أن تقبلوني صديقة جديدة لكم، سوسو من سلطنة عمان. سوسو إذا ما خاب ظني اسمك مو غريب علينا، ما أدري إذا أنت واحدة ثانية غير اللي إحنا معتادين عليها. اليوم خلصت الامتحانات وألف الحمد لله على سلامتي أو سلامة منه بالضبط ما أدري. مبروك مقدما على التخرج من الإعدادية وثانوية سعيدة تفتح في آفاق أوسع للجامعة. شكرا يا نوفو، وإن شاء الله دائما يتحقق كل أمانيك، وإن شاء الله النتائج الحلوة بعد ما خلصتي الامتحانات. نور عبد الله، إن شاء الله شعوت انبسط في فترة السفرة، والحمد لله على سلامة الغالية بيونة. ما تشوف شر، ها أوكي يمكن بيونة عسى ما شر، بس يا ريت تعطوني لأنها صديقة البرنامج ونبي نطمن عليها. وتحية لجروب عشاق عبود وماجد وسارة، شكرا جزيلا. خذينا بعض التويتات، نرجع لأول اتصال في حلقتنا لليوم. ألو أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد شلونك؟ الحمد لله. يا بغنج عبود، هلا، من شديد المعجبين أنا فيكم يا عبود. يا بعد قلبي أنت، وأنا أموت فيك. إذا أنت تحبنا إحنا نحبك بزيادة. هلا. أيوة. شنو؟ ما اسمه؟ أنت بعد قلبي وروحي. يا شكل الحلو هذا يخلي الوجه. عبود. You are diamond man. ممكن أشارك بغنية؟ ممكن، تفضل. وتقول لي بعد لا غلق قول لي إيش رأيك بغنية وإيش رأيك في صوتي؟ أوكي. يعني انا اقول لك اذا انت ينفع تكمل معانا ولا لا. اوكي، بالاغاني مو بالمشاركات، والمشاركات دوم ان شاء الله. يلا راح اعطيك رايي بكل صراحه، ما تزعل. اوكي، صراحه راحه يا حبيبي. يلا تفضل. اقول ابدا. بسم الله ابدا. يلا. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، املأ قلبي قرآن وأعز حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، املأ قلبي قرآن وأعز حياتي قرآن. سلامتك عبد. يا حبيبي، أول شيء هذه الأنشودة جميلة، مو أغنية، هي أنشودة، فهي جميلة جدا. وبكل صراحة بقلة خبرة مني، أنا مو خبير من ناحية الصوت، ولكن أدائك جميل، كافي الأداء. إحنا في البرنامج مو مطربين ولا مغنيين ولا أيضا منشدين، فعلشان كذي أنا أقول أدائك جميل واستمر، ونبي نسمع صوتك في كل أنشودة تتصل وتشارك فيها. أوكي، الله يسلمك عبد. الله يحفظك إن شاء الله، نبي نسمع صوتك كل يوم إن شاء الله. ما عدا يوم واحد ما نسمع صوتك، اللي هو يسعدني مشاركتي يا عبود. الله يا أخي، أنت عجيب، أنت عجيب. ممكن أخوي يكلم حمود. حمود أخوك؟ أيوة. يلا عطني حمود. أيوة حمودي. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك يا حمود؟ مبسوط. شنو؟ مبسوط الحمد لله. تلعب؟ أحبك. وأنا أحبك يا حمود حبيبي. أنت تبي نلعب ولا جست نسلم؟ ما أقول بعلي. يلا تفضل. ما شاء الله، هذه بداية حلوة، بداية الحلقة تكون كذي. يلا غني. يلا. حبيبي شلون؟ حبيبي شلون؟ أموت. أموت يا شوني. قول هلا عشانك يا حبيبي. أنا وتبي أنا جاني جاني أنا حنا جاني يا سلطان ويلا هور عليها ونطري. حبول عبود. حبيبي حبيبي يا حمود، شكرا حمود.
يعني ما سمعت الكلمات عدل، انا اسف ما سمعت الكلمات عدل، بس حلوين والله حلوين. شكرا، يعطيكم العافيه، وتحيه حق كل الاهل اللي يمكم اللي قاعدين يتابعون البرنامج كلهم، سواء اللي شارك واللي ما شارك، كل الاهل اللي قاعدين وياك تحيه كبيره لهم، وسلمني عليهم وايد، ومشكورين على الكلام الجميل اللي يعطينا يعني يعطينا الباور ان احنا نقدم الافضل. شكرا جزيلا. ناخذ بعد اتصال. الو. هلا وغلا. اهلا 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 اهلا. سلامات. شنو وينك؟ وين الحصن يا زياد؟ تروح تركب لي خيل يا اخي؟ كم صح وطحت. اول مره تركب خيل يعني؟ ايه وطحت. عارفه غلطه؟ لا لا مو غلطه، بالعكس، لكل حصان كبوه. صح. اوكي، فانت طحت. إيه؟ مره مو شرط ترد مره ثانيه ان شاء الله. اكيد. اوكي يلا قول لي سلامتك اول شيء، وقول لي شنو مشاركتك. قبل لا قلت مشاركتي، ابغى اذكر كل من سال عني وانا بالمستشفى، عبود وشعوله وقرب ماجد وبثينه ومحاوي الشمري. طبعا يعني اللي زاروك المستشفى؟ لا اللي حكم بالواتساب. واحنا زرناك المستشفى كنا. لا كلمتوني بس ما رديت عليكم. حلوه هذه، حلوه. مغرور يا زياد. مغرور زياد، تفضل مشاركتك. طيب. أني وردة بيضة شكلي جميل، يا محلى جمالي لمن أميل. أني وردة بيضة شكلي جميل، يا محلى جمالي لمن أميل. يا أطفال يا شطار ما ترموا الألعاب، لما تلعبوا بها خبوها يا أصحاب. بنحافظ عليها تبقى عمر طويل، بنرتبها دايما بالشكل الجميل. والحمد لله والشكر لله، والحمد لله والشكر لله. السلام عليك. جميل يا زياد، جميل، ومشاركتك أجمل في البرنامج. شكرا. عفوا يا زياد، وشكرا على اتصالك حبيبي، وتسلم وما تشوف شر إن شاء الله يا زياد، ودير بالك على نفسك في أي شيء تسويه، حتى كل الأصدقاء الحلوين. بما إحنا الحين في فترة ويكند، دائما يأخذنا الحماس في الإجازة، نطلع مع أهلنا نستمتع، لا تكون هذه الطلعة بدالها تكون متعة يعني نضايق فيها من خلال أي شيء لا سمح الله يصير لكم. دائما نسوي اللي احنا نستانس فيه، ولكن بالعقل، لا نزيد عليه، ولازم نسمع كلام اهلنا من خلال الطلعه. اذا رحنا مجمع لا نبعد عنهم، واذا رحنا مكان في مثلا ملاهي مدينه العاب لا نوخر عنهم، لا نركب العاب او نركب او نجرب شيء مو بعمرنا او خطر علينا، علشان يعني لا نطيح في مصيبه لا سمح الله، او نتاذى في يوم من الايام، والاهل هم اللي يتاذون اكثر ما احنا نتاذى. راح نتعرف على الاصدقاء غير العبد ايضا في بنوته حلوياتنا داخل الاستوديو من بعد البريك. ردنا وياكم بالفقرة الثانية في حلقتنا لليوم في برنامج استديو الأبطال. اليوم جت لنا بنوتة حلوة داخل الاستديو، وأيضا عبادي حلو بطل، ولكن البنات طبعا يدلعون أكثر وحلوات زين وشكل حلو، ودائما يتواجدون في البرنامج ويايبة وياها الكيك. شنو معناته؟ معناته أن البنوتة اللي موجودة ويانا عيد ميلادها اليوم، ورح نحتفل وياها بالفقرة الأخيرة إن شاء الله، وهي كيكتها رح نغني وياها هابي بيرداي يويو. شو اسمك؟ قربي الميكروفون الشكل، قولي اسمك بصوت عالي. شو اسمك؟ أميرة. منيرة؟ منيرة شنو؟ منيرة لعبة الظفيري. والنعم فيك يا منيرة. منيرة كم عمرك؟ خمسة. أميرة؟ أميرة. أميرة لافي، والنعم يا أميرة. أنا آسف العتب على النظر ولا السمع. السمع صح؟ احنا نسمع، الاسم ما نشوفه إلا إذا كان مكتوب. أميرة كم عمرك؟ خمسة. صار خمسة اليوم؟ صار خمس سنوات؟ ها؟ جايبة كيك تتويات؟ على شنو الكيكة؟ على كاكاو ولا على فانيليا ولا على فراولة ولا فروت؟ على شنو؟ على فراولة. على فراولة؟ يعني أي لون الكيكة؟ زرقة. زرقة؟ في فراولة زرقة؟ كيفك؟ إيه كيفك؟ اليوم عيد ميلادك، أنا دائما أقول اللي عيد ميلاده كيف يقول اللي يبي، صج مو صج احنا نصدقه. زين بعد شوي نشوف الكيكه هل هي زرقاء ولا اشاعه. زين بتغنين اميره؟ ها اليوم اسم على مسمى موجوده، هي اميره واسمها اميره،
أول مرة تينا استديو الأبطال صح؟ يو لابسة، أنت لابسة أي لون؟ لا تطلعين. ها؟ وردي. وردي شاطرة، متذكرة قبل لا تشوف إن هي مختارة اللون الوردي. إيش رأيك تغني لنا أغنية صغيرة كذي؟ ها؟ لابسة شباصة؟ على بابيونة؟ خلينا نشوف، لفي خلينا نشوفها على الكاميرا. لفي بعد شوية. ورينا إياها. أيوة بعد بعد. يا 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 يا. شو هالشباصة الحلوة هذه؟ مشكور على حضورك في البرنامج، وبعدين راح نغني لك أغنية عيد ميلاد. أوكي؟ أوكي حبيبتي يا أميرة، ننتقل حق الشباب. زين؟ تعرف على اسمك؟ عبد الله. هلا العود، شلونك؟ زين. عبد الله عطني الاسم الكامل. عبد الله يعقوب يوسف الأنصاري. هم؟ عبد الله يعقوب يوسف الأنصاري. والنعم فيك يا عبد الله. عبد الله كلمنا عن سلسلة القصص اللي تواجدت فيها في برنامج استديو الأبطال، أبيك تسولف لي حضورك أول مرة شنو سويت إذا تتذكر أو إذا كان عندك. إنزين عطني الميكروفون لأن أنت عندك نيك مايك. أوكي إنزين. كنت أنا أبي أجي، وبعدين أمي قالت لي فجأة راح أوديك. أول مرة جيت شلون يتكلمنا عن أول جاية لك؟ كانت بسنة متى؟ قبل 4 سنين نقدر نقول 2009 ولا 2008؟ 2008 ما بيت 9 يمكن 9 أكثر شيء يعني 2009. زين شنو صار؟ 3 ولا 8؟ ما أدري. ها؟ ما أدري. لا 9 يلا قول. يوم جيت كنت يعني مستحي شوية. إيه. إنزين ما تكلمت ولا كلمة؟ بلا. شنو قلت حزتها غنيت شنو قلت؟ بس ونفس كان اسمك نفسه يعني ولا نفسه نفسه إيه. قلت اسمي وعمري وبس وما تكلم. تحياتي. وتحياتك. إنزين وبعدها شاركت وايد ها إيه؟ وصرت معروف لما تطلع برا يدرون ان انت شاركت بالسيدي الابطال. في احد قال لك مره وجهك مو غريب علي إيه؟ فكنت تشارك. احنا يسعدنا حضورك. شلون شفت سيدي الابطال سابقا وسيدي الابطال حاليا؟ غير اول غير وغير غير. أول كان أبيض وأسود ها؟ الحين صار ملون؟ مع تغير الديكورات اللي كانت كلها. إحنا جينا على أجزاء استوديو الأبطال، نادي الأبطال، استوديو الأبطال. تدري شنو اللي جاي شنو راح يكون اسمه؟ استوديو الأبطال بس بالإنجليزي راح يكون. أوكي إن شاء الله تكون موجود فيه يا رب. بتغني؟ لا. نهائياً؟ يعني من يوم 2008 للحين وأنت كذي؟ مرة واحدة غنيت؟ غني لنا سوا اثنين. ما بي ما تبي تغني. طيب اوكي. ايضا احنا سعداء في حضورك اليوم في برنامج استوديو الابطال، انت ويا اميره اللي متواجدين يعني داخل الاستوديو. هذه رساله حق الاصدقاء اللي حاب انه يتواجد في برنامج استوديو الابطال بدون اي سابق موعد، على طول يتواجد الساعه 3:45 في مبنى الراي بالشويخ عشان يطلع ويانا على الهواء مباشره، والايام كلها ما عدا يوم الجمعه اللي يكون في استوديو الابطال اوف. خلينا نشوف مع بعض هاللقطات هذه ونرجع نقرا تويتر. Too complex. Too complex. Much too complex. Too complex. Much too complex.
الفكرة شنو سالفة استوديو الأبطال مع القطاوة؟ إذا إحنا قاعدين نجيب القطاوة الاستوديو ونحط فيديوهات حق القطاوة بالاستوديو أيضا ونحط فيديو لقطات باليوتيوب حق القطاوة في استوديو الأبطال، ترى هذا لغز راح يصير حق بعد العيد. شنو عاد فكروا أنت وشنو سالفة القطاوة مع الاستوديو في استوديو الأبطال؟ شنو راح يصير باستوديو الأبطال وسالفة استوديو الأبطال مع القطاوة؟ مو هذه كلش، شنو راح يصير عاد انتوا فكروا لبعد العيد راح تعرفون ليش احنا دائما نحط لقطات خاصه في القطاوه في برنامج استديو الابطال. خلنا نذكر بتويترنا @abtal_الريحانان، شكرا على هذا التويت الجميل. وايد ناس قاعد يطرشون الحين ارقام تليفوناتهم يبون نتصل عليهم على الهواء، احنا بس هذا التويت مو قصدنا، لأن طريقة المشاركة في البرنامج اعتيادية في أي تلفزيون في العالم كله. إذا تبي تشترك مو محاور اشتراك في مسابقة يكون مسج، فما نقدر إلا شخص واحد قالها يعني قلنا عشان نساعده. إنزين بعد أمس بيون كانت في المستشفى، سلامتك وما تشوفين شر يا بيون، جت لي الخبرية المو حلوة اللي قولتهم، ولازم تاكلين إذا أنت مسوية دايت. الدايت ترى مو إنك ما تاكلين، الدايت احنا دائما نقولها في استوديو الابطال لازم يكون في اكل مفيد ناكله وبكميه محدوده. بعدوا عن موضوع ان انا ما اكل كلش راح اضعف، ما راح نضعف. السلام عليكم عبود، وش سؤال حلقتنا؟ ما في اليوم سؤال، احنا دائما نقول خميس وسبت يكون راحه واستجمام ومشاركات فقط، ما في اسئله ما في تركيز، انما بس مشاركات اعتياديه في تويتر او في الاتصالات. عبود غالي منور، شكرا جزيلا. تحياتي لاولاد خالي عبد الله وعلي وجابر ووليد ومريوم وخالي الغالي خميس. نوال بلوشي من عمان، شكرا يا نوال. بعد عندنا في واحده من قطر توا شاركت، وينها 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 عشان لا انساها. العنود من قطر، شكرا يا العنود على التويت. بعد عندنا تويتات وايد قاعد يشاركون ويانا، مثلون شكرا، وانت مشاركتك وايد حلوه، اذا انا اطلع حلوه انت مشاركتك وايد حلوه، وان شاء الله نسمع صوتك اليوم. مساء الورد عبود منور، اوجه اكبر تحيه لسوسو من السلطنه واقول لها الف مبروك التفوق وعقبال الجامعه. من هاجر، شكرا يا هاجر. دنيا اليوسف، مساء النور، مساء الخير عليك، وتوجه تحياتها لكل صديقاتها. حصوص ايضا تقول حابه اكون صديقه للبرنامج، خلاص ديل. انزين انت صديقه للبرنامج. المله بنت المله، ريومتي المله، شكرا ريومتي، واحنا نحبكم وايد. بعد غدو او غدو من السعوديه تقول انا من اشد المتابعين للبرنامج، احبكم حيل واتمنى ان اكون صديقه للبرنامج. ناخذ اتصال. السمي، الو. عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام. نلعب مع بعض يا العبود؟ ايه. الصورة المخفية جاهز؟ جاهز. اكشف لي او استكشف شنو هالصورة، اوكي؟ اوكي. يلا. تفضل. من 1 إلى 9. اختار رقم. خمسة. اللي بالنص. سؤال، احنا ما نقول سؤال، احنا نقول شنو الحرف الذي في المنتصف؟ رزنامة. كلمة رزنامة، شنو في منتصف الكلمة؟ الحرف شنو؟ نون. لا ركز، رزنامة. ألف. ألف إجابة صحيحة. عطني بعد رقم. ستة. ستة. أو نو. بعد رقم ما يطلع. واحد. واحد. جائزة جزئين من الصورة ويا الوقت المنتهي. اثنين. لحق واحد، لحق والله. غني بسرعة عشان يطلع لك هالجزء وتعرف شنو الصورة. حمار وحشي. هذه أغنية ولا شنو؟ حمار وحشي. لا. اوكي، الصورة حمار وحشي. برافو عليك. شطور، حلو، صفقوا له. أمور، عبود،
صفقولة. شكرا يا العبد على اتصالك الحلو وتحياتك. فور فري ذيس از ما في. شكرا ومع السلامه، وان شاء الله تستلم الجائزه. لكل الاتصالات اللي فايز يربح جائزه. راح نلعب لعبه السيارات من بعد البريك. ردنا وياكم من بعد البريك، راح نلعب لعبه السيارات مثل ما ذكرت لكم، وايضا راح نلعب لعبه سمارت تكون بين الاتصالات والمشاركات اللي في برنامج استوديو طال هالمره. وفي الفقره الثالثه راح يصير تحدي بين اتصالين، لعبنا الالعاب اللي تكون للالعاب الفرديه اللي تكون في الاتصالات. راح نرجع الحين لاتصالين. الاول الو. الو حصه، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك يا حصه؟ زين الحمد لله. هاو اولد ار يو؟ هاي نو 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 هاو اولد ار يو؟ 12. العمر كله ان شاء الله. راح ناخذ مشترك اخر. اوكي اوكي يلا. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لطيفه شلونك؟ الحمد لله. لطيفه انت كم عمرك؟ 11. راح تلعبين ويانا؟ إيه؟ شنو، سمارت ولا سيارات؟ سيارات. سمارت. اوكي اوكي يلا. انا ما ادري ليش سالتكم دام ان انا عندي الاجابه. يلا خلينا نشوف. يلا حصه. نعم يلا. تبون موسيقى شي تشجعكم؟ اي يلا خلينا نشوف الموسيقى اللي تشجع. اي يلا شنو الموسيقى؟ حرف البي. انا انصدمت. يلا كملوا. حصة حرف البي. ما راح ما قاعد نلعب كراسي كلش احنا. يلا ها سي. لا قوليها مع الموسيقى. شي قولي سي سي. ايوه ايش يقول؟ يلا اتش ايه ايه. لطيفه بي بي دي 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 دي. اوكي حصة. نعم نعم الله عليك. شلون انت زينة؟ ايه يلا لعبي. حرف الاي. حرف الاي. لطيفة. سي. انا قاعد اشوف اللعبة مطولة واثنينكم تعرفون لها. حصة. سي سي. لطيفة. اي حصة. حرف الدي. الدي والبي. يا سلام والله العظيم. حصة هلا عندكم ياها بالبيت؟ ها انت تدري شنو سويتي؟ خيمه. يا تفوزين بهالطريقه او بهالطريقه. والله شطوره حصه. هلا انا اقول تحياتي. انت لطيفه. اوكي يلا قولي تحياتك يا لطيفه. حصه مع السلامه. خلاص نسكر اول شيء. حصه اول شيء حصه لان هي الاتصال الاول. حصه خلاص نسكر مع السلامه. بودي تحياتي. يلا قولي تحياتك بعدين لطيفة. عفوا لطيفة حبيبتي بس لأن احنا نمشي على الاتصال. يلا حصة. ابي اوجه تحياتي حق عماتي بنات عماتي خلاصي بنات خلاصي. يا سلام. وين زوارتكم اليوم؟ بيتنا. بيتكم راح تكون؟ ايه. اشتروا كنافة ها؟ ايه. لأن مشتي كنافة هذه بشل شو اسمها؟ مو كنافة بشمل الله يهداكم. كنافه بالنابلسيه. نابلسيه نابلسيه اي نابلسيه صح. انا قلت اي هذه باليمعات حلوه. لطيفه تفضلي. ابي قلت تحياتي حقك. شكرا. وحق اخواني. ايه وامي وابوي كل خالاتي وكل عمامي وخوالي. اوكي اليوم وين يمعتكم؟ بيت جدتي. اشتروا شو اسمه حلاوة الجبن. اوكي اوكي اليوم انا ابي امشي البيوت على حسب اللي انا مشتي. يلا اوكي عبد الله عازمينك.
صدق؟ ما اردكم انا اذا موجوده انا، مع ان انا بس ما راح اردكم، مع اني انا معزوم بس ما راح اردكم. شفت شلون؟ يلا ان شاء الله الله يخليكم حق اهلكم يا رب، ومشكوره وما قصرتي على هذه العزيمه، شكرا جزيلا. ناخذ بعد اتصال. ياسمين. الو. الو. هلا، شلونك عبد الله؟ هلا ياسمين، انت شلونك؟ زينه. شو اخبارك؟ الحمد لله. عبد الله بقول نشيد. قولي نشيد بس راح تلعبين بعدين. اوكي. يلا، او اذا نشوده زينه خلاص ما تلعبين، اوكي؟ زين. شوف عبد الله، هذا النشيد بتعبان اللي جايرد، بس انا ما راح اقول تعبان اللي جايرد، انا راح اغني النشيد اللي قالوه. زين. اوكي. امي كم اهواها، اشتاق لمرآها، واحن لألقاها، واوقف ليمناها. امي هي نبو الحنان، امي هبة الرحمن، امي روحي كما الريحان، اتعطر في شداها. عشان ما هادش انا اللي قلتها مو انت. الحين انا فهمتك. هلا، احييكم يوم السبت ان شاء الله. تنورينا تنورينا يوم السبت، ناطرينك. حتى فطوم اختي راح تكون موجوده عشان اعرفك عليها. اوكي. انزين عبد الله. هلا عبد الله، ما تذكرني؟ انا ياسمين اللي من زمان لما يجمع اخواني فجوره وفرح. شانت اقول لك يا ياسمين، ان شفتك راح اعرفك، بس ما احب على الهوى يعني ما اذكر بالاسم واقول اي تذكرت، هالشيء كل ما احب. اوكي اوكي ياسمين، اذا شفتك راح اذكرك، بس انا ترى اعرفك من صوتك لان انت دائما تشاركين ويانا. والله يعني لا، ليش احلف على الهوى؟ بس والله ما يعني انا مو مضطر بصراحه. ياسمين حبيبتي ما لك شغل بالكنات، ترى صايرين شريرين. اوكي اوكي. يلا حبيبتي، مع عزمتني شيء عشان اضمن الويكند، تلعبين؟ ايه. تلعبين؟ ايه ابي العب. اوكي يلا راح نلعب وياك. اوكي راح ناخذ اتصال ثاني. الو. الو. اسراء. ايه. هابي بيرثدي تو يو. قلدوني. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي. هابي ايش رايك فيني وانا ادري ان عيد ميلادك؟ كل عام وانت بخير. انت بخير. كم صار عمرك؟ 20. كم؟ 20. لا 20 عمرك؟ ايه 20. العمر كله ان شاء الله يا رب، ودائما نحتفل وياك في برنامج استديو الابطال، وايضا عندنا بنوته موجوده داخل الاستديو اميره، اليوم عيد ميلادها بس مو 20. انا احبك وايد. خمسه حبيبتي، وانا احبك وايد، مشكوره يا الغاليه. تبين تلعبين؟ ايه. يلا راح نلعب لعبه السيارات، انت ويا ياسمين. ياسمين. الو. تعرفيني؟ عارفك. يلا نلعب ويا بعض لعبه السيارات. السيارة الصفراء مالت إسراء، السيارة الحمراء مالت ياسمين، أوكي؟ أوكي. تبون موسيقى تشجيعية بشارع الخليج؟ لا، أتخربط. أوكي ياسمين، حبيبتي حاضرين. إسراء، أنت مسجلتك ثانية، تبين موسيقى؟ باي باي. ليش؟ ألو؟ منو زعلان؟ لا، كنت قاعدة أكلم أمي دقت علي. قاعد راح تقومي زعلانه وسكرتي الخط؟ لا بس عشان بتصل عليكم، قاعد اكلمكم. ما يصير. اي ما يصير تسكري الخط ويا امك تدقي عليها. اوكي. اوكي؟ اوكي. ما يصير. من بعد اذنك اسراء عادي؟ ها؟ نوقف اللعبه شوي لان ما يصير سكرت الخط، هذه امها. الو. الوالده. اي ما يصير. بعدين اليوم في مصروف. ياسمين بدون قصة كرتة. اي قول صح، شطورة. قولي حق امك انا اسفة يمه، قولي لها هشيكي. اوكي. وينها؟ هشيكي.
لا مو تقولين هالشكل ما له شغل فيني. يقولين انا اسف يما انت تدورين السلبي ما تحطين الايجابي. خلينا نلعب خلينا نلعب اوكي عشان نضيع وقت. يلا اوكي اول واحده راح تكون ياسمين. يلا ياسمين صح او خطا؟ صح. يا الله ياسمين ما يصير والله العظيم طولنا. يا الله ماني قادر اقول السؤال يعني الحين انا لما احط عيني تفكر ما اقرا. يلا شنو ما ادري. ياسمين ركزي حبيبتي ركزي اوكي. لما اقول صح او خطا خل اقرا المعلومه عشان تقولين صح اوكي. ياسمين الو قاعد تمشيني يا ليل الصبح. تقع منطقه الدعيه في محافظه العاصمه صح او خطا؟ صح. صح برافو عليك اجابه صحيحه. خطوه خطوه لقدام. اسراء نعم. تقع كيفان في محافظه حولي صح. كيفان في محافظه حولي صح. لا خطا ها والدتك يمك يعني امك ما تدل. عبد الله لحظة هذه ياسمين لحظة ياسمين ما يصير تاكلين دور غيرك. إسراء نحسبها صح. يلا عشان ويكند اليوم ويكند الزول ها هيشي. ياسمين دورك. ياسمين هلا. شوفي السؤال اللي جايك ركزي فيه. ارتفاع عمق الماء في البحر يسمى بالجزر. ارتفاع عمق الماء في الماء في الماء ارتفاع الله ياسمين مشكلة. ارتفاع عمق الماء في البحر يسمى جزر صح أو خطأ؟ يعني لما يصير الماي وايد بالهذا ونقول جزر اليوم جزر كذي هي شيء غلط غلط غلط. شنو غلط؟ اكيد غلط. يلا شنو الاجابه الصحيحه؟ ما راح امشيها. لا مشت. شنو الاجابه الصحيحه؟ لما يصير الماي وايد شو نسميه عكس الجزر شنو ياسمين؟ ما ادري. مد 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 وجزر. جزر ما في ماي بس نسيت من زمان اخذناها. مد مد ايه مد. يلا ننتقل حق اسراء ضيعنا وقت. يلا اسراء ايه والدتك يمك صح؟ ايه. يلا قولي لها او اذا انت ما عرفتي يسمى صوت الضفدع فحيح صح او خطا؟ خطا. شنو عيل منو صوته اللي فحيح يسمى؟ الحين يا سلام ايه الوالده بلشت طلع مع الاولى وثانيه وثالثه ورابعه وخامسه. يلا ننتقل حق ياسمين. اكثر مره بنلعب السيارات زحمة زحمة الظاهر ما يمشي. يلا كلمة عقارب ياسمين. كلمة عقارب مفردها عقرب صح أو خطأ؟ صح. خلاص راحت السيارة لبر الأمان. إسراء كلمة ترى ما حد قاعد يساعدني. يا سلام إيش قصدك يعني؟ ياسين أنت عجيبة. إسراء أنت ما حد يساعدك طبعا. إسراء كلمة الأرض مفردها أراضي. إيه لا كلمة الأرض مفرد وجمعها أراضي صح أو خطأ؟ صح. صح إجابة صحيحة. أخيراً خلصنا من لعبة السيارات. شكراً يا بنات يعطيكم العافية ومشكورين. هلا مع السلامة. ياسمين باي باي. ياسمين حبيبتي انا ابي اسمع ياسمين راح ندق عليها اخر الحلقه بس بقول لها شيء بسيط اخر الحلقه مو الحين. شكرا ياسمين. شكرا اسراء. مو ما سوى لا بريك بريك كمان. ردينا وياكم بالفقرة الأخيرة في حلقتنا لليوم في برنامج استديو الأبطال. نرجع لآخر مشاركات سواء كانت للاتصالات أو المشاركات في تويتر البرنامج. نعطي كل واحد حقه رح نقرأ تعليقات رح ناخذ اتصالات بعدها نطلع ويا بعض فيديو كلوب ونرجع علشان نحتفل في عيد ميلاد أمورتنا الحبيبة الطيوبة اختي الصغيرة الكتكوتة أميرة اللي موجودة في الاستديو اليوم. راح أخليهم يوقفون هني ورا الطاولة هذه ونحط الكيكة بالنص ويطيح الآيباد. لا نحط الكيكة بالنص ونغني أغنية العيد ميلاد. خلنا ناخذ
نوال البلوشي من عمان، شكرا يا نوال على هالكلام الجميل، ومشكورة على الصورة اللي حاطتها حاطها اختي، مشكورة مشكورة مشكورة، تسلمين يا الغالي على هالكلام. تحياتي من حصوص، شكرا يا حصوص. عبود بليز اقرا تغريدتي، احب اوجه تحية لمهدية وسعدة وبدرية وبدر ونوال وصالحة، انا جوجو من السعودية، سعدة عفوا مو سعدة، سعدة كسر ستين. زين عبود اللي شاركت، انا حنان سليمي، شكرا يا حنان، ما ادري انا مو فاهمك انزين، بس شكرا لك على المشاركه. جنان ايضا مشكوره من السعوديه، وجدان احنا بعد نحبك وايد. بعد عندنا عبود بلي، سلم على شعول وحط اغنيه العيد ميلاد لاخوي صديقكم صديقتكم حنان. اوكي الحين فهمت حنان. حنان اخر حلقه راح نحتفل، والاغنيه ابي اقول ايضا هي اهداء لجميع العيد ميلادهم، جميع الابطال عيد ميلادهم اليوم. منورين بالاستديو فديت الاموره اميره، وشكرا عبود. وش اسمها انت؟ اميره، هي مو اميره احنا قلنا، بس اسمها ايضا اميره. بعد عندنا الغله 2016 مشكوره على الكلام، بس انا قلت تويتك بس. السلام عليكم عبود منور، شواقه من المدرسه تهدي تحياتها لكل زميله لك ولزميلها جاسم، كان زايركم قبل يومين تقريبا. شكرا لكم. ناخذ اتصال. فوز الو. الو فوز. هلا. السلام عليكم، شلونك؟ الحمد لله بخير. راح تلعبين لعبة السيارات، اوكي؟ اوكي. جاهزة؟ اي. يلا حسن. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا حسن؟ الحمد لله. الحمد لله بخير، نلعب لعبة السيارات مع بعض؟ اوكي. يلا جاهزين؟ جاهزين. ما سمعت البنوتة، جاهزة؟ جاهزة. حلوين لعبة السيارات. يلا تبون أغنية تشجيعية؟ هذه على حسب الطلب، ولا تبون تركزون بالسؤال؟ السكوت احنا ما عندنا علامة. فوز. هلا. سؤالك يقول، تقع شلونك بالمناطق في الكويت؟ شاطرة؟ ايه. يلا الحمد لله بخير. تقع منطقة الفروانية في محافظة مبارك الكبير، هذه واضحة وضوح الشمس. تقع منطقة الفروانية في مبارك الكبير، طبعا الفروانية والورانية معروفة. يلا حلو، خطوة قدام. ننتقل حق حسين. حسن 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 وحسين نفس الشيء. يلا برج التحرير وبرج العرب من معالم دولة الكويت. ايه ايه شنو؟ صح. برج التحرير وبرج العرب من معالم دولة الكويت، إجابة صحيحة يعني قصدك فوز؟ حسن؟ إيه صح. إيه؟ لا طبعا، برج التحرير إيه، برج العرب مو إيه. لازم تركز على السؤال، ما تأخذ أول شغلة وتهد الباجي. ننتقل حق فوز. فوز سؤال يقول، ألو فوز ركزتي؟ ركزتي توه باللعبة السيارات، إذا كنتي مركزة راح تجاوبين. انخفاض عمق الماء في البحر يسمى بالجزر، صح أو خطأ؟ خطأ. لا صح صح. لا راحت 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 توه قايلينها، هي أنا أخذها من أول مرة. انخفاض العمق يعني جزر صح. حسن. هلا. شلونك حبيبي؟ بخير. يسمى صوت الأسد زئير، صح أو خطأ؟ صح صح، إجابة صحيحة، خطوة قدام. للحين احنا تقريبا متعادلين، وفرق الأهداف. فوز. هلا. سؤالك يقول، آخر سؤال، كلمة ضفادع مفردها ضفدع. صح. متأكدة؟ ركزي. عيد. صح. لا تغشر يعني، خلج مو شرط لما نقول كذي. كلمة سماء، هذا سؤال حق حسن، كلمة سماء مفرد وجمعها أسامي، صح أو خطأ؟ سماء مفرد الجمع أسامي، صح أو خطأ حسون؟ خطأ. شنو الصح؟ الصح؟ الصح شنو؟ سماء شنو جمعها؟ سماوات. سماوات، يا سلام عليك يا حسن، متعادلين. فوز تعادل، حسن تعادل، شكرا جزيلا يا فوز، وشكرا يا حسن على اتصالكم ومشاركتكم في البرنامج. انا كان ودي اخذ واعطياكم اكثر، ولكن الوقت كالسيف، ان لم تقطعه قاعد يقطع فينا، فعشان كذي ما عندنا وقت. خلينا نشوف الفيديو كليب وبعدها نحتفل في العيد ميلاد.
اليوم عيد ميلادها شكل الحلو اليوم كل شيء مميز حتى أغنية العيد ميلاد عندنا Happy birthday Happy birthday I'm Nancy Akram Happy birthday شكل يلا هذه أغنية العيد ميلاد نحتفل اليوم في عيد ميلاد الأمورة الحلوة أميرة واللي جايبة كيكتها صج طلعت كيكتها زرقة كاهي قبل لا نغني لك الأغنية زين أوه طالع الزرع قاعد يطيح هواء خريف الحين أجواء هذا ناكلها نجيك العلو زين نحن خلاكلها من الحلاوة داخل شنو حابة تقولين أميرة قبل لا نغني لك تقولين تحياتي حق منو حق أمي وأبوي إيه؟ وخواتي عماتي وخالاتي أوكي تعال عبود قرب شوية لطيح راح نغني حق أميرة كل عام نغني لها هابي بيرثدي أوكي ونختم خلاص أنا أقول لكم مع السلامة بس ويا صوتي يلا هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي هابي بيرثدي هابي بيرثدي تو يو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you سوي باي سوي باي مع السلامة رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا رسمو تلوين لعبو تمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رسمو تلوين لعبو تمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين راح نسأل ونلعب راح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب استديو الأطفال أكيد